بسم الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات. اليوم راح ندير معاكم وصفات على بات فيتي. على بالي حتقولوا لي بوك نعرفوها، على بالي تحفوها. راح ندير لكم لا بات فيتي الاصليه اللي نجحت معايا، وباش تنجح معاكم نتوما ثاني لي زاستوس اللي خلوها تنجح لي وتجيكم مورقه وتتنفخ البنات كيف تحفظوا بيها وكيفاه وكيفاه. المهم تبعوني البنات. لهنا عندي 500 غرام تاع فالينا عاديه. نحتاجوا لها الزبده نورمال. دوك نهضر لكم على الزبده كي نجي نديرها كي نجي نسجيها. المهم 500 غرام فالينا، عندي ماء عادي من الحنفيه، عندي نزيدو مغرف صغيره تاع ملح، مغرفه صغيره تاع ملح فوالا، وزيدوا البنات مغرفه تاع خل باش ما تنقطلكمش، باش ما كلي يصحف كلي يحتفظ بيها الخل، كلي سي ان كونسيرفاتور ما يديرولكمش هذوك النقط فيها كي تخبيوها. مغرفه برك هكا، ها هي، وعادي بداي يلمي بالماء كيما قلت لكم من العين، ماء عادي بارد. ما تجيش جاريه البنات لاباط، العجينه تجي حاكمه راح شويه يابسه. ها هي ها هي بصح حتى نشوف كيما قلت لكم ما تجيش جاريه. قايل امي برك اي ستلام، انا نضل ما نزيدلهاش باسكو الشي اللي في يدي ديجا راهو مايح راهو جاري. نلم برك لاباط فيتي البنات. ديري 500 تاع فارينة ب 500 غرام ثاني تاع الزبده. الزبده تقدري تستعملي زبده التوريق، هاي كاينه بزاف، سينو تستعملي زبده عاديه فيها نسبه برك الدهون اكثر من 70%، هذا ما نقول لكم وتصلح لكم عادي. ها نقلم برك طراش نشوف بالك نديرها شويه ما باش نعد لكم العجينه يعني النهائيه اللي تلقاوها في الاخر. كاين مشتركه طلبتها مني وصراحه نديرها مش ما نديرهاش، نديرها ككونتيتي كبيره تلقاوني نخبيها في الكونجيلاتور، نقسمها ونخبيها الكونتيتي اللي نحب نستعمل نجبد، وندير ثاني هذيك لاباط فيتي السريعه راني حاطتها ثاني في القناه. نقدروا نستعملوها لي سالي كما نقدروا نستعملوها لي سوكري. هذه العجينه بزاف مليحه، ها هي البنات انا نلمها ونولي لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. شوفوا البنات ها هي بعد ما لميتها، شوفوا كيفاش تجي، ما تجيكمش جاريه ما تجيش يابسه خلاص، ها جوست ما تلم لكم تجيكم شيحه خير من تجي طريه جاريه من بعد تعذبكم في الفريطاج. وبقاي برك ادعكي فيها هكا باش تولي لك ملسه تقدري تشكليها اون بول، هذا ما كان ها هي هكا برك ادعكي ماشي تعجلي دلكيها برك كيما يقولوا. Thank you.
هاني نقلقب فيها كيما الكسة. ها شقوا وما تضربوش لتحت خلاص باش ما تقصلكم، جوست ما ديروا شق برك فيها. ها شوفوا مانيش شقتها لتحت خلاص، وزيدوا هكا باش من بعد تجينا ساهله نحطوا لها الزبده. دوك رايحين نحطوها في الثلاجه، دوك نخليوها سركا واحد ربع ساعه. فوالا حطوها في فيلم اليمونتير، رفوها مليح باش ما تقشلفش باش ما تشيح لكمش لا تاعها. ها هي البنات هكا حطوها في الثلاجه كيما قلت لكم ربع ساعه وبعد نولي. ودركا البنات راحين نروحو نفوتي هذيك العجينه كيما قلت لكم 500 غرام فرينه، نحتاجو لها 500 غرام من زبده، زبده التوريق ولا الزبده فيها 70 فوق 70% من المواد الدهنيه لا ماتيير غراس. دركا حنستعمل بابي دو كويسون، ما تقدروا تستعملوا كيس بلاستيك غذائي تقصوه برك وديروا فيه تسهلها عليكم. بنات هكا برك باش نسهلها على روحي ما تجينيش من بعدها صعيبه برك في نطلق الزبده. شوفوا زيد لنا لازم تكون خرجتوها من فجيدات طول ما تجيش تخليوها تدوب لكمش. راح نعاود نحطها في الفريجيدار البنات لو طون يسجينا العجينه. ها هي البنات العجينه حلوا لها برك هذيك التقطيعه اللي درنا قبيله هكا تساعد. هاي ماما بسم الله خرجت لي الزبده معليش. البنات دخلوها لداخل لم هذاك البنات حطها في الفريجيدار ومن بعد نولي ليكم. ها هي البنات سمحوا لي قبيله بدات بنتي تبكي ما درتهاش مليح. المهم ثم حطوا الزبده ويسيو باش ما تخرج لكمش. شفتوني زعما طبقتها الاولى لا بات فيت يا البنات طبق من 5 حتى 7 مرات. ها هي سيو هاد الفتحه ديما تكون ادوات
كنبدا بالتوريقه البنات، حطوا شويه تاع الفرينه باش ما تلصقلكمش. البنات كي تخليوها تروبوزي ثاني تجيكم ساهله الطريحه، تقدروا ثاني ترشوا عادي من فوق. تبقوها تجيكي البورتفاي وديما الفتحة ع دروات البنات، ديما تحبوها تجيكم مليح ديما الفتحة ع دروات باش ما تجيكمش من داخل، ولا تجي من بعدا زد داخل لداخل، ولا ما تجيش مولقة مليح، ولا تجيكم باشرة. المهم زيدوا، هذه الأولى فوالا. ثانية بنفس الطريقة، دوك تشوفو كيف نديرها بنفس الطريقة. وزيدو الثانية دوك، نحطها البنات في الثلاجه واحد ربع ساعه ولا، ونعاود نجبد نزيد ندير لها دو تور. اعمل البنات غلفوها مليح باش ما تقشل فيكمش، باش ما ديرش القشره هذيك في الثلاجه. انا نحطها بعد نولي لكم. فوالا ها هي البنات، هذه هي هذا هو الدور اللي راح نديرو الاخر. المهم دو تور اللي حنديرهم الاخرين، ست مرات درنا طرحناها طبقتها طرحتها طبقتها وحطيتها في الفريجيدار 15 دقيقه. تعاودت نفس العمليه للمره الثانيه، طرحتها طبقتها طرحتها طبقتها حطيتها الفريجيدار 15 دقيقه. ومن بعد نعاود المره الاخيره هذه ثاني، وعودوا عندي درت 6 طبقات تما 3 ايه 3 مرات درت فيها 6 طبقات، كل مره ندير دو تور. نتمنى تكونوا فهمتوني، حبيتوا ديروا السابع زيدوا ديروا على راحكم. وكل مره حطوها 15 دقيقه في الثلاجه، وديما هاد الفتحه تجي ادروات البنات باش ما تجيكمش العجينه باش عاملنا وتجي مليحه. تلصق لكم الفيك، تقدروا تزيدوا الفرينه عادي البنات ما يصغرها والو. نزيد لها طرحه الاخرى،
ها هي الطبقه الاخيره البنات كملتها، الدور الاخر كملته معاكم، وها هي جاهزه البنات باش تستعملوها في مي في لي سوفلي في الكوكا في لي طارت لي كيف في لي ميني سالي في كلش في كلش تصلح لكم ان شاء الله. تكونوا برك فهمتوا الطريقه البنات، قطعوها تحبوا تقطعوها هكا ديروها في دي ساك اليمونتير ولا في فيلم اليمونتير برك نفوهم مليح، حطوا في الكونجيلاتور على شاك فوا جبدوا شويه هاهي. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في الفيديو القادم ان شاء الله باش نستعمل معكم هاد العجينه المغرقه. سلام.